حد سالم من السعودية، جالنا هو أصلا مريض سكر وعنده حاجة اسمها بيلينويد ديزيز، اللي هو بيبقى فيه التصاقات حوالين القضيب، وعنده سكر الشعيرات الدموية اللي بتغذي الأعصاب بتاعت القضيب مش شغالة، والإحساس بالقضيب مش موجود خالص، حالة ضعف جنسي شديدة جدا. الحالة كان مفيش الشعيرات الدموية مش شغالة. دلوقتي ما شاء الله احنا عملنا 5 جلسات وعملنا في خلالهم 3 حقنات، الحمد لله والشكر لله. الدورة الدموية الدقيقة اللي بتغذي الأعصاب بتاعت القضيب اشتغلت كويس جدا، الإحساس رجع، النبض كويس، الالتصاقات اللي كانت موجودة قلت والدنيا أحسن كتير. كانت حالة ضعف جنسي. انت ايه رأيك في الحالة هنا وفي الشغل عندنا؟ ده ممتاز جدا وما قصرت يا دكتور، وكثر خيرك، وهذا من جهد الله ومن جهدك، وكلهم العاملين ما قصروا وشغلهم 100%، وهذا شهادة لله. ما يعني ربنا، انا لأول مرة اجي الدكتورة، مرسول من واحد سعودي، وكثر خير وكثر خير الدكتور. ربنا يخليك، هو جاي لنا من السعودية مخصوص عشان الحالة، وفي 5 أيام بس وصلنا للنتيجة دي، والحمد لله اتحلت المشكلة، واتحلت مشكلة ضعف الجنسي والانتصاب اتحسن. فإن شاء الله بإذن الله هتلاقي يعني هتتبسط أكتر كمان في الفترة الجاية من النتائج.